الاشكال اللي وقع هو انه تم يوم الامس بالمنطقه ديال المدينه القديمه بالضبط باب مراكش تم الايقاف ديالي خلال كنت غادي في السياره ديالي، تم الايقاف ديالي من طرف واحد رجل الامن مرفوق بواحد المجموعه ديال سائقي السيارات الاجراء اللي كيسميو راسهم بالسقور، ومعايا جوج ديال الاصدقاء ديالي. وقفني يعني امتثلت بشكل عادي، عطيتو الوثائق ديال السياره، قال لي تنزل عندي، نزلت عنده، قال لي بغيت نسولك، نزل عندي، نزلت. قال لي هاد الناس اللي راكبين معاك شكون هما؟ قلت لي هادو اصدقاء ديالي، غادي متوجهين بشكل عادي للمقهى. دار عندهم، سولهم. بالفعل عطيتو الاسماء ديالهم، عطيتو الاسم الكامل ديالهم بجوج، هادو اصدقاء ديالي، سولهم حتى هما عطاو الاسم الكامل ديالي، عطاو فين كنسكن، عطاو تبين ليه بالفعل على ان هاد الناس فقط اصدقاء ديالي. فاذا بي كنتفاجئ به كيطلع للسياره ديالي، كيحيد ديال الكونتاكت ديال السياره، وكيحيد ليا الهاتف ديالي، وهذا هو الشيء اللي حس في الخطر ديالو في النفس ديالي، واللي حسيت براسي انني تمسيت في حق من الحقوق الانسانيه ديالي. خذ الهاتف ديالي باي موجب اذن او باي اذن يعني من مسبق من النيابه العامه، وتم وبدا كيقلب فيه بشكل عادي، وكنبه فيه، كنقول هذا العمل اللي كدير راه هو عمل غير قانوني، فكيف يعقل انه يعني تحيد لي الهاتف ديالي بناء على اي اساس؟ شنو هو النوع الجرم؟ شنو هي حاله التلبس هنا؟ فبهاد العباره يعني باش نكون معكم صريح، قال لي انا كنعرفك، انت معروف كتهضر في معروف في وسائل التواصل الاجتماعي ومعروف على الاعلام، بحكم انني نقابي مسؤول كنمارس حقي النقابي الدستوري اللي عاطيه لي الدستور المغربي. قال لي انت معروف يعني غادي ناخذ في حقك اجراء ديال النقل السري، وها انت غتشوف. وانا بدا كيهدد فيا في ديك اللحظه، كنشوف راسي دايرين بيا واحد المجموعه ديال الغرباء، يعني طلبت منه قلت شكون هما الناس اللي واقف معايا، نقز واحد منهم قال لي انا ضابط، قلت لي تاكد لي الله يجازيك بخير من الصفه ديال هذا السيد واش ضابط، قال لي لا راه ما معايا، لا هذا السيد ما قالهاش ما سمعتوش، معايا جوج ديال الاصدقاء، حنا ثلاثه كنأكدوا نفس الكلام على ان هذاك الشخص اللي كان واقف حداه قال لنا بانني انا راه ضابط. مجينا كنتاكدوا كنلقاو بانه عنصر يعني من عناصر اللي ديال كتدعي بانها الصقور اللي كتقوم بعمليه استدراج ونصب الكمين، يعني سائق وتبين سائق طاكسي، وتبين على انه كيخدم حتى في بعض التطبيقات، فهو كيخدم في بعض التطبيقات وكيخدم وأو ميم طون كيخرج كيدير عملية الاستدراج مع هاد الناس ديال الصقور. كنحس بواحد الظلم، وكنحس بأنني تمسيت في الكرامة ديالي، فأنك تحيد لي الهاتف ديالي بالقوة وتبدا تقلب فيه وأنت ما عندكش صفة ضبطية، ما عندكش حق أو إذن مسبق من النيابة العامة أنك تدخل لي المعلومات الشخصية والمعطيات الشخصية ديالي ديال الهاتف ديالي، وبدا تقلب فيها، وبدا كيهدد فيا بناء على أساس أنني نقابي كندافع على التوجه، ما كنشتغلش حاليا في النقل عبر التطبيقات، مجرد نقابي مسؤول متفرغ. فتوجهنا للدائرة، توجهنا للدائرة الأمنية ديال الروداني، التحق بنا واحد السيد اللي كينتمي لنقابة معينة اللي معروف في الساحة اللي كيبراكي وداك الشيء راه معروف، يعني بغى يدير المتابعة ديالو، جاب لهم واحد السكرين فيه الصورة ديالي، ما عرفت أنا هاد السكرين منين جابو، فيه الصورة على أساس أنني كنمارس النقل السري. الغريب في الأمر أنه هاد العملية وهاد المضايقات تمت في باب مراكش بالمدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء، وهاد السكرين المقدم رجال الأمن اللي فيه دايرين فيه واضعين فيه الصورة ديالي جاي فيه العنوان ديال طمارس، فكيف يعقل أن ضابط للشرطة القضائية أو مسؤولين أمنيين يقبلوا بهاد الأعمال غير القانونية؟ اي شخص دابا نقدروا ندخلوا الفوتوشوب نحطوا ليه الصوره ديالو ونقولوا بان السيد راه كيمارس النقل السري، فهذا امر غير مقبول، كيضرب في عرض الحائط قوانين مغربيه، كيخلينا كنشكو في شي امور اللي حنا ما تنتمناوهاش تكون. فلا يعقل انك بناء على واحد السكرين جيبوا واحد من الناس ديال الطاكسيات اللي كيديروا بلطاجه في الشارع العام واللي معروف وكيمارس عليك ضغط باش توضعني انا في مخالفه ولا جنحه ديال النقل السري.
السياره ديالي حاليا راه كاينه في المحجز. الهاتف ديالي سلموا لي ضابط الشرطه القضائيه، قالوا لي تجي عندنا نهار الاربعاء. انا واحد الشاب مغربي قاري شويه ديال القانون، ما عمرني شفت شبهه النقل السري في شي فصل من الفصول المغربيه، فكنت فاجئ. كيقول لي سير تجي وغنشوفوا، راه عندك غير شبهه ديال النقل السري ونديروا الاستشاره مع السيد وكيل جلاله الملك. انا ما عنديش اشكال الاستشاره، ولكن على اي اساس؟ فهاد الناس الزملاء الاصدقاء ديالي راه ما كاينين معايا، ومشاو وقالوا لهم حنا راه الصديق ديالنا وتبتبت ليهم. فانا كنطالب حاجه وحده، الانصاف ديالي والحمايه ديالي من هاد الناس اللي كيديروا البلطاجه في الشارع العام. وهذا الاشكال هذا كنأكد انه دائما كنتعرض لمضايقات جسديه ولفظيه وعنفيه، وكنت نحس براسي انني اللي دزت من هذه المنطقه ديال الانفا وكانني غتوقع لي شي حاجه، لان دائما كنلقى تهديدات من هاد الناس ديال سيارات الاجره. وانا من هذا المنبر ديالكم انا كنأكد اي حاجه غادي تمسني في السلامه الجسديه ديالي ولا غتمس لي العائله ديالي ولا السياره ديالي، فراه كنحمل المسؤوليه هاد الناس اللي كينتميو لقطاع سيارات الاجره اللي مسمين راسهم بمجموعه السوق.